سيادة النائب مصطفى سند ما كان إلا أداة، وأداة واضحة جدا لتنفيذ أجندة معينة لطرف معين أو لحزب معين أو لجهة معينة. ليش؟ شوفي، قبل تشكيل الحكومة كانت أكو أزمة سياسية وانسداد سياسي. هذا الانسداد السياسي حل في مكتب الرئيس مسعود بارزاني، وتم الاتفاق على رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة قبل تشكيل الحكومة، يعني وحتى قبل السنة اللي مضت 2022. نعم نعم زين. نحكي على أكتوبر 2022. في ذلك الوقت حلت المشاكل، والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني دخلوا ضمن تحالف في إدارة الدولة، وتم الاتفاق على ما يقارب الـ 13 نقطة فيما يتعلق بالمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، من ضمنها مادة 140، من ضمنها المناطق يعني منضوية، الفراغات الأمنية، العفو، اتفاقية سنجار، قانون النفط والغاز وما شابه. ممتاز. طيب اليوم حكومة السيد محمد الشيع السوداني موجودة، وكانت أكو بشائر خير وبشائر أمل لاتفاق بين الجانبين، وخصوصا بعد زيارة الرئيس نيشيرفان بارزاني إلى بغداد، بعد زيارة دولة الرئيس مسرور بارزاني إلى بغداد، وبعد فرحة كاس الخليج اللي صارت بالبصرة واستقبال المنتخب في أربيل والكثير من التهاني والتبريكات اللي صارت. يجي الأستاذ مصطفى سند ويعرض نفسه في هذا الشو الإعلامي مبينا أنه حقق انتصار. طيب ليش مصطفى سند تحديدا، وليش تحديدا هسه بهاي الفترة؟ احنا متعودين دائما عند حصول أي تقارب بين بغداد وأربيل يجون يدقون الأسافين ويخيرون الأطراف كلها إما بالانشغال في الوضع العام والانصهار في الوضع العام اللي تعترض عليه الجماهير ومظاهرات والاعتراضات والكثير من المسائل وارتفاع سعر الدولار ومسائل سياسية تتعلق بسيادة الدولة، أو الانشغال بمسألة تتعلق بإقليم كردستان فقط، ونسيان الوضع الأساسي والموضوع الأصلي اللي جاي تنشغل به الدولة العراقية، ألا وهي مسألة الإرادة السياسية والوضع الاقتصادي في العراق والسيادة العراقية. طيب ياهو الأسهل أنه تنشغل مع إقليم كردستان وتعادي إقليم كردستان، هذا أسهل لك وأوفر لك.